السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعينا. إن شاء الله اليوم راح أقدم لكم وصفة أصابع السمك المقرمشة ويا الصوص اللي يدخل ويا هاي الوصفة. هسا إن شاء الله أول شي راح نبدي بعرض مكونات أو مقادير الصلصة اللي هي مايونيز، هاي الشطة الحارة اختياري اللي يحب يخليها يخليها، هذا الماسترد، وعندي اول مره اخذ برش الليمون وبعدين عصير الليمون، وعندي طرشي، اي نوع طرشي عندك تقدرين تقطعي وتخلي وياها، وملح. وبالنسبه للسمك عندي هذا سمك فيليه قطعت على شكل اصابع، راح احتاج لبيضه، ملح، فلفل احمر بارد اللي هي البابريكا، وفلفل اسود، 7 اب. هاي الوصفه راح اسويها بال 7 اب. وعندي كوب من الطحين وهذا فتات الخبز، انا استخدم هاي النوعيه من فتات الخبز، يعني هاي افضل نوعيه جربتها. الاخوات اللي يسالوني على فتات الخبز اللي استخدمه شنو النوع، هذا اللي استخدمه. هسه ان شاء الله اول شيء راح نبدا فيه نحضر الصوص حتى نتركه بالثلاجه وبعدين نجهز السمك. هسه ان شاء الله راح نبدا بتحضير الصوص. اول ما نبدا به ناخذ برش الليمونه، برش الليمون ويا السمش طعمه يطلع كلش طيب. هاي كملنا برش الليمون، هسه نبدي بتحضير باقي المكونات. بدنا نخلي مايونيز، الكمية اللي تناسب أفراد العائلة، هسه أنا عندي هاي الكمية تكفي. عندي رشة من الصلصة الحارة، نصف ملعقة أكل ماسترد، ملح. هسه إن شاء الله أثرم الطرشي وأعصر الليمونة. هسه ثرمت الطرشي راح أبدأ أعصر الليمون. هسه راح اضيف الخيار اللي الطرشي اللي ثرمته وعصير الليمون، عصير الليمون حسب الذوق والرغبة. هسه نخفق هاي المواد كلها مع بعضها. هيج هسه هذا الصوص كمل عندنا، نتركه بالثلاجة ونبدي نحضر أصابع السمك. هسه راح نبدي بتحضير أصابع السمك. بالبداية هاي البهارات اللي ذكرتها، الملح والفلفل والبابريكا، نخليها فوق الطحين، أقلبها شوية كلها مع بعض. هسه هاي بعد ما قلبتها راح آخذ من هذا الطحين مقدار قليل. راح اخذ كميه قليله من هذا الطحين، بعدين اشوفك ايش راح نسوي بها هاي الكميه اللي اخذناها. هاي هسه عندي بهاي الكاسه، اول ما ابدي اخفق البيض خفق جيد، يراد بالبدايه نخفق البيض. لأن الكمية عندي قليلة فاستخدمت بيضة واحدة. هسه بعد ما خفقنا البيض راح نضيف الطحين اللي جهزناه بالبداية فوق البيض المخفوقة. ما نبالغ بالخفق.
هسه راح نضيف السفن اب. نسوي المزيج مثل مزيج البانكيك وما نبالغ بالخفق حتى الهواء اللي دخلناه من البيض والسفن اب ما يروح من الخليط. بعد نضيف هيك يصير القوام، لا هو خفيف ولا هو كلش ثقيل، يصير قوام يعني متوسط. هسه ان شاء الله راح نبدي بالتحضير. اذا انت ما راح تسوي مباشره السمك تخليه بهذا الخليط، تركيه بالثلاجه، بس اذا تشتغلين به مباشره فعاد يبقى على الكاونتر. بس عندي هذا فتات الخبز ما اخلي كميه كبيره، يعني اذا ما استخدمها كلها يتلف حرامات، فاخلي كميه صغيره يعني تناسب، واذا احتاج اضيف بعد. عندي هذا الطحين اللي طلعته من البدايه، وعندي هذا السمك. اول ما ابدي انا السمك غاسلته فابدي انشفه، لازم تنشفين السمك حتى هذا الطحين يلزق بالسمك، يعني من تريد تخليه بهذا الخليط. ناخذ قطعة من السمك بالطحين أول مرة، نخليها بالطحين حتى هذا الخليط اللي سويناه رأسا ياخذ بيها. بشكل شوي نصفيها، بعدين مباشرة على فتات الخبز. هاي نغطسها فتات الخبز إلى أن كلها تتلبس بالفتات الخبز. هسا إن شاء الله أنا راح أكمل كل الكمية اللي عندي ونبدأ نقليها. هسه بعد ما كملته راح ابدي هسه اقلي، يعني هاي عندي المقلاة الكهربائية حمى بها الزيت، هسه راح ابدي اقلي. اختبرته طبعا، خليت شوية قطعة حتى اختبر انه الزيت حامي. هسه ان شاء الله من اطلع من المقلاية اشوفكم يا بصح التقديم. هاي لازم هالشكل يصير، يعني لازم تخلين عينك عليه حتى لا يحترق، يصير هيك لونه ذهبي حلو. هسه انا ان شاء الله راح اقلي كل الكمية اللي عندي واشوفكم اياها بصحن التقديم. متابعينا الكرام، خلصت وصفتنا لهذا اليوم، قدمتها على هذا الشكل ويا عصرة ليمون. تحبون تاكلوها؟ هذا عندي الصلصة اللي سويتها بداية الحلقة، وعندي هذا الشطة الحارة. ان شاء الله الفيديو ينزل على القناة. هاي كانت وصفتنا لهذا اليوم، ارجو ان تنال اعجابكم هاي الوصفة وتجربوها، والتقيكم ان شاء الله في فيديو قادم ووصفة قادمة من وصفات مطبخ أميارة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.